السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم قررت أني ندير معكم السرديل مع الطريقة المغربية بشرمولة وكل شيء. صفي لون ثم نخلينا السرديل. اليوم خرجت مشت لواحد المارشي حدايا وجدته. ها هو عندي التيكية ديالو فوالا جبتو. غادي نصيبوه أونسومبل معاكم. نديرو ليه شرمولة ونقليوه. كيجي هائل، كيجي رائع. نصيبوه على الطريقه ديال البلاد كما كنصيبوه في البلاد، الطريقه ديالنا ديال المغرب اللي كنديروا وحده فوق وحده. ها هو شتو، نصيبوه بهذه الطريقه فوالا. انا كنبغي نخلي هذيك الورانيه بحال هكا تقشر. فاش كنقيوه مزيان حيدو تهادو فوالا. ها هي تنقات. نبقي معاكم وحده اخرى في الطريقه ديالها. هادو هاد ديال النور فوالا، شويه قاسي فوالا. فوالا غنبقاو بهاد الطريقه تنساليوه كله فوالا. دابا حنا كلشي كله هذاك الحوت ديالنا غسلناه. ها هو حطيناه هنايا، درناه فواحد الكسكاس باش يبقى يتسقطر. ها هو تيتسقطر هنايا. ودزنا دابا خصنا نغسلو هذاك الربيع اللي غادي نديرو ليه الشرموله. ها هو غنغسلوه دابا ونشفوه حتى هو ونقطعوه ونتلاقاو ثاني ملي غادي نصيبو الشرموله باش نعمرو هذاك الحوت. البنات هاد الحوت اللي غادي نصيبو هاد السرتيل هذا غسلت هذاك الربيع قصبر ومعدنوس. ها هو غسلته باش نقطعو قبل لا نصايب لوطون اللي غادي نبدا نصايب فيها هذيك شرموله. قطعت باش نديرو شي حاجه ندوزو بها هاد السرديل. دائما في المغرب عندنا كنديرو يا اما زعلوكه يا اما ديك مطيشه طيبه بالبصله. المهم اليوم انا بغيت ندير نشاركها معكم شي بحال زعلوك، ولكن هي ماشي زعلوكه، فيها البصله وفيها طوماط مطيشه وفيها الزعلوك دنجال وفيها فلفله حلوه. درت وحده صفراء خضراء وحده حمراء فوالا. والحار سيرتو الحار، الحوت كيبغي الحار. ها هو درت الحار. نتلاقاو ان شاء الله ملي نطيبو هذيك شرموله. دابا غادي ندوزو من بعد ما شدينا الربيع قطعناه القزبر والمعدنوس قطعناه حداه واحد الفلفله حاره. كاين اللي كيبغي الفلفله يقطع معاه شويه الفلفله حاره. هذه الثومه حتى هي قطعتها صغيره. وهذه القمه اللي غادي نديرو في الحوت. اشنو كتبغي؟ كيبغي الحوت راه البزار شويه الخرقوم سكنجبير الكمون ضروري وتحميره بيموندو. تحميره حلوه ماشي حاره. وايضا خصنا ضروري شويه زيت البلديه، زيت العود او زيت الزيتون فوالا. والحامض ها هويا الحامض. انا اوليو ندير هاد الحامض هكا كنشري واحد القراعي فيهم الحامض مقطع. ها هويا كنشريه من المكازا فيه الحامض مقطع. ها هويا كناخذ غير معلقه وكنديرها. سينو اللي ما عندوش يدير هذاك الحامضه يقطعها طريفات صغار ويديرها مع القزبر ومعدنوس. وتال سميتها حتى هادي الثومه حتى هي كنشريها قريعات. ها هي لاي ثومه ومطحونه، ما فيها حتى شي حاجه زايده عليها، غير الثومه بوحدها مطحونه ومديوره هنايا في هاد لي بوكال فوالا. كنشدو دابا نديرو الربيع. انا درت ديكون لحقاش دابا ملي غنبدا نخلط هذيك الشرموله الضفار كلهم كيوليو صفرين فوالا. نديروها هي هادي نزيدو عليهم الثومه. ما ندير غير النص ديال هاد الثومه لحقاش غندير واحد المعلقه من هادي اللي مطحونه هنايا. ندير واحد المعلقه. ها هي شتو كتجي رائعه، هادي زوينه راه بحال الثومه العاديه، بحال الثومه اللي كتقطعو وديروها راه هي هادي فوالا. ونزلو هنايا هاديك التحميره سكنجبير الخرقوم كامون وبزار فوالا. نزلو وغادي نخلطهم بالزيت البلديه. نزيدو عليهم واحد شويه الزيت البلديه باش كنخلطوها. انا نخلطهم
نعمروا هذا الحوت ديالنا، نزيدوا شويه الزيت، نسينا الملح، اللي بغى الملح يديرها فوالا، اللي ما بغاش ما يديرش. انا ما كنديرش الملحه بزاف في الماكله، فوالا ندير غير شويه بوغ لو كو. فوالا صافي، فوالا نحركوها مزيان هذيك الشرموله، فوالا ها هي هذيك الشرموله، ها هي كيفاش جات كتجي زوينه. دابا غنبداو نعمرو بالوحده بالوحده، ها هما هي، ناخذو الحوت ونبداو نعمروهم ونغطيوها بوحده اخرى فوالا بهذا الشكل، كيجيو رائعين. نحطوهم هنا نعمرو وحده اخرى، نبقاو نعمرو كل جوج وحدهم. كاع هذاك الحوت اللي عندنا نبقاو نعمروه، نديرو نعمروه ديك الشرموله، غنبقاو هكا تنكملو كاع هديك الكمية اللي عندنا ديال الحوت كلها نعمروها ونحطوها هنايا. المهم حنا رجعنا لكم من جديد بعد ما عمرنا هداك الحوت بشرمولة، درنا في واحد الطبسيل أباغ هنايا، درنا فيه هداك الدقيق فاش غادي نديرو لهداك الحوت قبل نقليوه. المهم كيما كنديرو في المغرب عندنا الحوت دائما السرديل كنديرو ليه هكا، هو هي باش يبقاو مجموعين باش نقليهم. نديرو النص ديالهم ونقليهم ونعاود نرجعو الاخرين. راه درنا المقله فوق النار، درنا فيها الزيت ودرناها سخن، ملي غادي تسخن نبداو نحطو بوحده بوحده باش يطيب. عرفتي قبيله قالت لي بنتي راه نسيتي، ما حيت بنتي اللي كتصور قالت لي ماما راه نسيتي ما درتيش الحامض سيترون. راه درت انا واحد، زدت واحد العواشق ديال الحامض، عشق ونص ديال الحامض من هذه القرعه اللي وريتكم، زدت منها حيت ما درتهاش فكراتني هي، قالت لي ماما ما تنسيش باش تقوليها لحقاش ما درتيش. فوالا هكا اللي غادي يطيب غادي يجي زوين. دابا درنا هذيك الزيت سخن في المقله، غنبداو نحطو الحوت ديالنا باش يطيب. راه سخن الزيت وحده بوحده، نقطع عليها الازمره فوالا، نديرهم شويه هكا. هي شحال وقت كتسمعو الصوت ديال التران، بان واحد المحطة هنايا ديال ميتخان، كتسمعو من الشرجم ديالها كيزين. دابا هو بدا كيطيب نفس تحمر، نبداو نقلبو في الحوت ديالنا فوالا، يطيب من الجهة الثانية. هاد الحالة هادي مفهمتش الريحة ديال الحوت ديال السرديل في التقلا، تشهيت وشفتي داك النهار واحد الوقت كانت دارتو، عرفتي شهاتني فيه. جيت من الخدمة فين كنزل، هذا داك الستاسيون اللي كنزل فيه، كاين واحد المارشي ديال الحوت،
جات صويبه اللي قلت الله تما خدو الله تما خدو اليوم نطيبو ونصورو ونشاركو معاكم. فوالا هذا هو التقديم النهائي ديال الحوت ديالنا بشرموله ديال السردين. فوالا تمنيت تكونوا معايا والله العظيم باش تذوقوا معايا هذا الحوت، راه عرفتي جاب بنين تبارك الله. وهذه هي ديك بحال الزعلوكه صايبتها، فيها اللي قلت لكم قبيله، فيها الدنجال الفلفله الحلوه ومطيشه ومطيشه والبصله، ونسيت ما درت ليها. دابا فاش تبغيو تقدموها ديروا لها شويه ديال الزيت البلديه من الفوق. وانا درت مع هاد مع الحوت درت معاه لوغي الروز ناتور، ونقدروا نسقيوها بهذيك بحال زعلوكه نسقيوها بها ويتكال بها اللي ما بغاش ياكل الخبز اللي كيدير ريجيم ولا شي حاجه. ودرنا هنا واحد الشليضه هكاك، نا الشليضه غير سالاد فيغت والطوماط، ودرنا هنايا واحد شويه ديال الخيار والكاروت. انا الدراري عندي ما كياكلوش ليا ما كياكلوش الخضره، ولكن الا درت هادو كياكلوهم. فوالا يلا بصحتكم، نتمنى تجربوها وتجيب بنينه ان شاء الله الرحمن الرحيم. يلا السلام عليكم وشكرا بزاف.